هرجع تاني. كل ما ادخل اوضه الحمام ده بقى بيحصل لي حاجه كده غريبه، مش عارفه في ايه. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله. حمامة ميتة صغيرة، ما عدتش عارفة في ايه. حمام كله بيموت، كله بيموت، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارفة ايه السبب بقى ان هو يموت كده، مش عارفة، مبقتش عارفة ايه السبب. كل الزغاليل عندي بتموت، بقيت مش عارفة هي بتموت من ايه. النهاردة نصحوني كتير اللي انا اجيب فلاجيل، كتير قالولي هاتي فلاجيل فلاجيل اهوت. معلش عشان انا اللي بصور لنفسي. فلاجيل قالوا حطوه على المية، مش عارفة المعلومة دي صحيح ولا لأ، ان الفلاجيل على المية كويس يعني، وبيحمي الزغلول وحلو للحمام عموما. كمان بصراحة نزلت السوق جبت اكل للنهاردة، غيرت، هغير نوع الطعام بتاعه. انا جبت رز شعير على ذرة على فول، نوحت له النهارده في الاكل، حاسه ان هو كمان جعان جدا. فانا مش عارفه بقى، انا هحاول اعمل كل النصايح اللي الناس قالت لي عليها فيه. قالوا حط له ميه، هجيب جرك الميه كده. معلش انا بصور لنفسي، شكله عطشان يعني جدا. هحط بقى الفيلاجي، هو فعلا شكله جعان عشان احنا كان عندنا ظروف وبقالي يومين ما طلعتلوش. بس انا مش عارفه هحط قد ايه صراحه يعني. الفلاجيل ده مطهر معوي، مش عارفه صح كده. مش شايفه، احط كمان شويه هوت، شوف حاجه اقلبه، اقلب الفلاجيل ده. عايزاه يشرب الاول قبل ما ياكل. يا ريت يشرب بقى. مش هحط له اكل لما يشرب كل الميه ديت. مش عايزه ايأس من تربيه الحمام،
لسه ما شربوش الدواء. جعان جدا. عمري ما شفته جعان بالشكل ده. أكلوا كتير النهارده عشان هو جاي.